السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من ستراندد ديب. أدري الخشية اختلفت عليكم، توني ما أخذ شاور وودي أنه شعر الجف بعدها بلبس الكاب. المهم خلونا نكمل. مثل ما شفتوا في الحلقة الأخيرة الحمد لله توفقنا بلوتن طيب من الجزيرة الثانية، ولكن غلطة أني طولت فيها أكثر من يومين. مفروض أني أطور في القارب وصير أستكشف الجزر اللي حوالينا بسرعة وأجيب اللوت اللي نحتاجه وأطور في السفينة ونروح نختم. مش لازم نستكشف الجزر كلها اللي موجودة، بس اللهم اليوم 19 قبل شوي ايه تقريبا اتذكر ان بديت الحلقة هذيك ب 14 يوم وصرت صورت تقريبا 5 ايام. المهم اللوت اللي جبناه اول شيء دقيقة، واضح اني رتبت الوضع انا قبل لا اختم كالعادة. خلنا نطفي النار بما ان كل شيء انطبخ، وضع الاكل والماي امورهم طيبة. موضوع الصناديق دي 18 سيرفايفت، كيف قبل شوي 19 مكتوب؟ مش لحسة المخ هذه. المهم هذه الأغراض اللي جبناها بستعرضها مرة ثانية. أهم شيء هذا أني بحتاجها الظاهر في السفينة، عبارة عن خشب، عبارة عن خشب على أساس أني بطور البيس هذا كله. وجبنا شوية لاشنج وهذه الأسلحة اللي كانت معي، السبير وما أدراكم السبير. أذكر أني وعدتكم في الحلقة الأخيرة أني راح أروح أصطاد القرش، فبإذن الله أني ما راح أصطاد أي شيء غيره مجرد ما نجوع ونخلص البلاوي اللي عندنا، أو حتى إذا نزلت البحر لأي سبب من كان بإذن الله أني بصطاده. ما نسيت هذا الشيء. الدريفت وود هذا يا شباب إذا ما تعرف يمديك تجيب الفاس يعطينا الوود ستيك. والله هذه معلومة جديدة علي، لو كنت أدري ما كان يعني كان يمدينا نكمل بناية ولا الخشب كثير اللي يطلع منه. تقريبا 7-8 يطلعون منه شيء كويس. في شغلة حلوة يا شباب ممكن ما تعرفونها، مثلا الحين خلنا نقول عندي الخشب هذا كثير ودي انزله لكن بشكل مرتب في هذا المكان، فاللي اقدر اسويه الوود ستيك بايل، اي غرض عندك منه كثير تيجي عند هذا. بس دقيقة خلنا نقول نحطه هنا وود ستيك بايل، راح يرص لك اياها بشكل جميل، بعدين تصير تنزل فيه الاغراض هذه كلها. ما ادري اذا تعرفون هذا الشيء ولا لا، ولكن شغله جدا حلوه صراحه ومرتبه. نفس الشيء الحين مثلا عندي الوود لوج هذا، ايوه وود لوج بايل، ونصير نفتحه كانه صندوق وبعدين ننزل فيه الاغراض هذه كلها. شيء جميل صراحه. بالنسبه للشغلات اللي في بالي يا شباب عشان تكونون بالصوره معي، اول شيء موضوع المزارع. موضوع المزارع مهم جدا لانه عندي شغلات نباتات نفس هذا اليوكا فروت، اذا زرعته راح يتم يعطيني من هذا الفايبر، فما يحتاج اني اروح الوته في الجزر الثانيه او حتى في جزيرتي. مع ان جزيرتي ما شاء الله مثل ما تشوفوها اتوقع واضح الكميه المهوله اللي موجوده بس قدامكم غير اللي موجود خلف الجزيره. لكن اهميه المزارع مش هنا، اهميه المزارع في البطاط، انك لو زرعت البطاط لازم اني اروح جزيرتي الاولى بأسرع وقت وأجيب البطاط وأزرعه. وأذكرني حصلت في الجزيرة هذه بس ما نلاقيه، فمجرد ما تزرعه راح يعطيك وبعدين تحوله إلى الفيو. وادهل الحيوانات الرسبة مرة ثانية. يصير المهم البطاط يصير يعطيك الفيول، وتحتاج الجركل هذا عشان تعبي فيه البترول. فصراحة الأهم من البيس هذا أن نطور في السفينة ونخليها أسرع ونستغل الفيول بارت هذا. نشوف اللي أشق يا أخي كل اللحمة هذه لك ساعة تفرفر فيها ليه مرض؟ يلا ما عليه. الماي توني شارب بس راح أشرب مرة ثانية الظاهر يوم مرض. المهم نرجع لموضوعنا. الشغلة الثانية اللي هو عشان نطور السفينة، أنا جايب أغراض زي هذه معي راح أفرزها وأحاول أصنع شو اسمه المكينة هذه وأركبها في القارب، فيصير بدل الشراع هذا اللي نستخدمه يكون القارب مرة سريع، ونصير نتنقل ونجيب الشغلات المهمة بسرعة ونرجع نطور ونختم اللعبة بصورة أسرع. طبعا في واحد كتب لي كومنت قال لي ليه قاربك صغير؟ في اللعبة هذه كل ما كان القارب أصغر كل ما كانت سرعته كل ما كان أسرع، فبحاول إني أختصر قدر الإمكان، ولكن راح أبني الشغلات أهم شيء الشلف عشان أقدر أحط الصناديق أو أحط صناديق أكثر، لأن مثل ما شفتوا في نهاية الحلقة الأخيرة خلينا 5 صناديق في الجزيرة هذيك بسبب أن ما عندي مكان في الجزيرة. الشغلة اللي ما كنت أعرفها وعرفتها الحين أن الصناديق هذه تتكسر، فلو انحشرت يا عزيزي نفسي وما تحتاج الصناديق لا تخليها في الجزيرة، روح كسرها وراح يعطيك البلانك اللي زي هذا. طيب يا شباب رجعت لكم معي شوي ترتيبات، بس قبل هذا كله تخيلوا جنب الصناديق لقيت الأفعى.
جاي لي ابن الذين ما ادري من وين. تشوفه 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 يزحف هناك. تشوف يحرك الصندوق، يخرب بيته يحرك الصندوق. اثبت يا ابن الذين اثبت. تدري ايش بسوي؟ طيح صناديق. ايوه ايوه يا الحول. المشكلة هو عند شو اسمه. ايوه صقعناه بواحد. تا 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 تا. اما يطير يا شباب يا اخي اقسم بالله انه صقعتين ما مات يا ولد. سريع. ايوه طيح صناديقي. طيح طيح يا ابن الذين طيح. قرب راسك. ايوه ثلاثة. يا سلام. تعال جنب اخوك. يا سلام يا سلام على المنبر. صاروا اثنين تقريبا. باقي واحد لسه عايش بس انا ما راح احارشهم الا يوم يجوني. طبعا من الذين طيح الصناديق مثل ما شفتوا. خلنا الصباح برويكم الترتيبات كلها. طبعا يا شباب لو تتذكرون كان فيه كونتينر هنا جنبنا في على طرف الجزيره. طبعا يمدينا نستفيد منه لو تجلس تكسر بالفاس. بعد ما تكسره يمديك تاخذ الكونتينر وول هذا. افا ليه ما يمديني اخذه؟ احس عالق هنا. او ممكن لازم نكسرهم كلهم عشان نشله. اي يمدينا نشله بس تضغط اي عنده ما يمديك تاخذه، بس يمديك تسحب. وهذا عالق معي او انه مقلش ما ادري وش السالفه. خلنا بنشل هذا معنا نشوف وش نقدر نستفيد منه. الظاهر انه له استخدام مع الكرافتنج، تصير تجيبه جنب مصنع بعدين تستخدمه. طيب يا شباب اقبل علينا الصباح وحنا موجودين في البيس الرهيب هذا. المصانع اللي موجوده ثلاثه. فيه الفيورنس اللي ناقص حاليا، وفيه البريك ستيشن. البريك ستيشن راح يتطلب كلي، ما عندي كلي، والفيورنس برضه يتطلب كلي، وراح نشوفها ان شاء الله اول ما ننزل البحر. بعد هذه الشغلتين راح نقدر نبني المصنع الاخير اللي هو الفيول ستيل. هذا برضه راح يتطلب كلي. طيب موضوع الكلي وموضوع الشارك، عندي شغلتين تنزلني البحر. تعال صح اشرقت الشمس خلنا ارويكم. طبعا هذا البيس رويتكم بالليل، جبت هذا الغرض. وهنا على يسارها على طول اللي هو سكراب هذا العادي من غير ترتيب لانهم ما يترتبون للاسف. اللاشنج مثل ما تشوفون عندي 27 لاشنج. نفس الشيء تقدر تسوي بايل نفس هذا النظام. والصخور عندي 24 نفس الشيء مترتبين بشكل اسطوري. شوفوا اللوجز كيف شكله جدا رهيب، خصوصا هذا الخشب الصغير كنت حاطه هناك جبته هنا. والبلانك نفس الشيء، يعني كل ما يتعلق بالخشب جمعته في هذا المكان يكون قريب من البيس وقريب من السفينه لو احتجت اي شيء. وهنا الكلوث للاسف ما يتجمع فوق بعض فخليته بهذه الصوره. هذه الاغراض اللي عندي، والصناديق هنا كلها فاضيه. وهذه السفينه اللي راح نطورها ان شاء الله. هنا بس الصندوق هذا فيه الاسلحه اللي معي. وهنا باقي شويه فايبر مخليه عشان موضوع الماي. وفي شويه حوسه ان شاء الله مجرد ما نزرع راح تترتب هذه الامور. وهنا الاكل، ما يتعلق بالاكل، وشويه امور مهمه مثل الجركان والاكسجين اللي راح نجرب نشلنا واحد احنا نازلين، والفليرجن اللي راح يفيدنا بالليل ما اتوقع لها استخدام ثاني صراحه. موضوع الماي والاكل امورنا طيبه، خلنا ناكلنا واحد قبل لا ننزل. وهنا نفس الشيء متعلقات الاكل، هذا راح نرجع له ان شاء الله بعد ما نجيب البترول، لان حتى لو صنعناه ما له اي فائده من غير او من قبل البترول. فراح نرتب المزارع ونجيب البطاطس المزرعه الاولى بعد ما نصطاد القرش ونجيب الكلي. طيب بما ان السالفه فيها قرش، ما تلاحظون ان اربعه مدري خمسه سبيرز بنجلس ندعبه؟ خلينا نجيب سبيرز زي الناس. والله ما اعرف كم راح يتطلب بس صراحه اشيل معي اقل شيء 10 15 واعطني خمسه من احلى شيء السبيرز ما ياخذ. شوف الحين شلت خمس خشبات بقدر اسوي خمسه كرود سبير. الحين معي 15 كرود سبير، اكثر من كذا ما اتوقع انه راح يتطلب. تعال معي الاكله هذه خلنا ناكلها احنا نازلين عشان يجيني الهيلثي لا سمح الله صار اي شيء ولا شيء. ومعانا اكسجين على فكره فممكن نقوص تحت، ما ادري كم مره يمدينا استخدمه. اهم شيء الافاعي ما افاعي نحاول نتجنبهم. دي سرفايفد 19 ان شاء الله انه ما يكون اخر يوم. بسم الله. هذا وش كود فيش؟ اول مره اشوفه. يوه السبير، نسيت السبير. هذا نحتاجه، واحد بس نحتاجه.
عشان نصيد فيه السمك. بما أننا بنقوص وننزل أكيد راح نستكشف السمك الجديد كذا أول مرة نشوفه، وإن شاء الله أنا ألقى السمك اللي يرضى فيه لاعبي. ما راح أصطاد إلا سمك جديد. أيوة سمعت صوت القرش. والسبير تعال تعال تعال. أي كل ما يشرد. بريدنج. خلاص وخر يا ابن الذين، ما عندي باندج. تعال تعال وربي لا تقدر بك اليوم. تعال تعظمين تعظمين يا ابن الذين. يخرب بيته. ايوه مات. اوف اخيرا يا ابن الذين. كم سبير؟ دقيقه خلنا نتنفس لا ننسى. 1 2 3 4 5 6 6. صوره يا شباب، صوره مع طيب الكلي. تعال تعال تعال، ما ودي المسه، احس شكله بيكون خرافي. وخر هذا للخنازير وانت كمان. شف 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 شوف الهيبه. والله السبيرز راح اخليهم معطين هيبه لل بس لف كذا شويه. ايوه يا سلام، يخرب بيته هو فاتح فمه. هذه صوره المقطع واضح واضح، ما يبيها كلام. كيف الهيلث؟ اوه بليدنج. الباندج كيف؟ ما عندنا باندج يا شباب. 1 كلوذ و1 لاشينج. يا رجال ولا شيء ولا شيء، وربي لا اروح اتصيد. فليتها هيلثي نقص نص. الحلو في الموضوع صار لي جلتش يا شباب وما قدر يوصلني. لو لاحظتوا كانت بديني كم من عضه، الله سلمنا منها. 1 كلوذ و1 لاشينج واحلى باندج. اعطنا الباندج تكفى. خلينا نشوف البليدنج افكت. يا سلام بشره زي الحلاوه. اوه باقي 2 سبير معي، يعني من 15 رميت 13، كانت حسبه ممتازه والله. وهذا انا مثل ما وعدتكم وفيت وعدي يا اخي. هيبه وربي لف كذا كذا شوي بعد. ايوه يا سلام يا سلام. مفروض الثعابين والخنازير الهبلان هذا لا خلاص يتعظون. بنبعد كثير شوي وبننزل تحت، ممكن فيه سماك ثانيه. يا ولد انا تحت. يا سلام وما يخلص بعد، ما في اي سماك تحت. سماك جديد هذا كود فيش. اوكي عطنا كود ثاني. كود ولا باتل فيلد؟ معليش يا شباب تكفى بدون ديسلايك، اوعدكم ما راح اعيدها. كلهم كود هنا الظاهر، كل منطقه لها نوع معين من الاسماك. وربي يا شباب ان القرش معطيه هيبه على الفاضي. هذه سمكه جديده لايون فيش ساردن فيش. تعال انت احنا طالعين. طيب الحمد لله الله سلمنا خلاص ما في قرش ثاني. يا سلام صورة ثانية تكفى. صورة ثانية. دقيقة مع الكاب. والله يا ربعي اني مستانس، خقيت بالقرش يا اخي. اوه مع الامطار والاجواء الرهيبة. طيب اخذنا لنا صورتين. طيب عندنا 4 كود فيش. اي هذا الاسماك اللي عندنا من قبل. لا هذا لاين فيش وهذا ساردن. ساردن حلو كذا سناك خفيف. خلنا ناكل هذا قبل لا يعفن. سموك. والله توني ماكل صراحة، ما اريده، خلها بعدين. ناحية الأكل أمورنا جدا 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 طيبة، بس اللهم الماي. الحين بما أنها راح نبتدي زراعة ضروري إني أحط زي هذا ثاني جنب الزراعة. يا شباب الكلي ما لقيت كلي، أعطيتها بحث سريع يا شباب. طلع موضوع الكلي موجود قريب الجزيرة، ما يحتاج إنك تنزل كثير وتشيل معك أكسجين نفس ما أنا جالس أسوي. لكن أول ما جينا الصباح إن شاء الله راح أخذ فرة قريبة، وعشان أستغل الليل ما راح أنام. راح أسوي الفارمنج لأن الضوء كفاية أتوقع، راح اقرب الاضاءة هذه. طبعا عشان نسوي الفارمنج مثل ما تشوفون يا اخوان، عندنا في بالخشب العادي يعطيك شكل بايخ، فيه افضل منه جميل جدا صراحة، هذا افضل حتى من اللي بعده اللي اشوفه بلانك فارمنج بلوت. يطلب مننا 2 بلانك، وعشان البلانك لازم نجيب الود هذا اللي جبناه من الجزيرة الثانية. خلنا ناخذ 4 هذول ونقول له هل يمدينا فاست؟ اي يمدينا فاست. هذا واحد، مرة ثانية هذا الثاني، كل واحد يعطينا 1 فراح نقدر نشل 4. هذا 4 بلانك وعندنا اصلا بلانك موجود. وش هذا؟ ليذل. اوكي خله قريب من هذا. طيب راح اجي احط الضوء هنا، وراح تكون مزرعتنا في هذه المنطقه. هذا المكان راح اخليه للبيس، ممكن اوسع بعدين. اهو
is required. وش اللي هو هذه؟ خل نرجع نشوف الأسلحة. ما أشوف أي عندنا هون. All spear gun. Spear gun ودي أسوي صراحة. يطلب واحد ليذل عندي، تيب عندي، خشب عندي، أكسجين عندي. يا سلام. Spear gun هذا برضه من أقوى الأسلحة الظاهر. أوكي هذا هو يا شباب. كرود هو. أوكي موضوع المزرعة. ظاهر عشان يحفر. خل نشل واحد دك تيب. عندي منه اثنين. واحد ليذ اللي كان مرمي هنا وخشبتين، يمدينا نسوي السفير جن. يا ساتر يا ساتر، حجمه جدا كبير. وش صار صغير كذا؟ يا سلام يا سلام. يجي خلنا نرمي، ما يمدينا نرمي. وش يتطلب؟ سالفته مطوله الظاهر يا شباب. خلنا نحطه هنا وبعدين نرجع له. المزرعه هي المزرعه، راح نستغل المساحات. راح اخلي اول مربع هنا بلانك فارمينج سبوت. اوكي يا سلام، هذه اول مزرعة. نمسك الثاني. اوكي الشكل مش مثل ما هو مطلوب لكن يمشي الحال. الحين عطنا اليوكا فروت. هذا واحد اثنين ثلاثة عندي. اوكي او اربعة. والله يا ان الماي يا شباب يتطلبه كثير. بلانت يوكا فروت. اوكي زرعناه ونزرع هذا، بس راح تموت اذا ما حطينا الماي. ووتر ستيل. صخره لاشن كلوز سعف، راح نحطها في هذا المكان قريب من الفارمنج بما ان هذه المنطقه. ممكن نحط حتى اثنين بعدين في هذا المكان. اوكي احس المكان مناسب. نروح نجيب لنا بلانك ثاني. والله الموضوع جدا بسيط. جميل جدا. وشرقت علينا الشمس، ما ادري اذا هذا راح يكفي ولا نزيد. طيب عشان ننقل الماي لازم انه نسوي بالكوكنت واحد ثاني اللي هو الفلاسك، وبعدين ناتي بالفلاسك. كولكت. اوكي حاليا فيه ماي ووتر. اوكي لازم يخلص الماي اللي موجود. شوف هذا كميه الماي ناقصه ولا بيموت الزرع. فالحين لازم ننتبه على اكلنا وشربنا وشرب النباتات اللي عندنا. وبعدين حلو في الموضوع ان اللاشنج هذا راح نشله يوم يطيح ونحطه في الماي، فهمت علي؟ واللي يزيد منه يتحول معانا الى لاشنج. هذه اربع مزارع، في اربع مزارع ثانيه بتكون للبطاط بعد ما اروح اجيب البطاط من الجزيره الاولى. بما ان جانا الصباح انا اروح نشوف الكلير. شويه سبيرز احتياطيين، اول ما اجي لازم اسقيهم. طبعا هو لونه كيف اقول لكم، بني كذا غامق. اذكر في احد الجزر نزلت ولقيتها والله. بس ايوه 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 ايوه. السلام عليكم. النحشه 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 النحشه. شوف محترم نفسه على فكره. اوف توني اقول محترم نفسك. يا بليدنج مرة ثانية يا أحول. خلنا قريب من الصخور. وين راح؟ جته جته جته. الله يخرب بيتك، خلص علينا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما نفع الجلتش، ما نفعنا الجلتش هالمرة. مات الحمد لله. خلاص اقول لكم درك الوضع يا شباب، ما تصدقوني. راح ارجع لك بعد شوي. خلينا نشوف الكلي، يمكن هنا كان قريب ولا شيء. مشكله في اسماك سامه وفي بلاوي. خايف ان ايوه دي 20 سرفايفد الحمد لله. انا وين؟ السلام عليكم. خلك هناك وخلني هنا، ساكنين مع بعض في نفس الجزيره، الامور طيبه. ما احتاج اقول لكم صورة ثانية صح؟ ما احتاج. شوف هذا واحد معصب والثاني يا ليل ام الكلي يا شباب. ايوه ها اخيرا يخرب بيتك زابن هنا. وين الفاس؟ هلا 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 هلا. ما في اي سمكة. ايوه ايش ذا يختفي؟ مكانه وسخ والله. ما اعرف يا شباب، احس في شيء ناقص.
شليت أربعة، ما أدري هل أربعة ولا لا، ممكن أحصل شيء ثاني هنا قريب. أي هذا واحد ثاني، تكفى لطيح هناك الكلي. شوف شوف يا ساتر، إن شاء الله ما يجوني ثعابين. ثعابين نسيتهم للأمانة. شوف خذنا خمسة، واضح أن نسيت هناك واحد. نكمل مسيرتنا. أوف السفينة هذه أول مرة أشوفها. في كلي يا ساتر. حلو أنك تصيد لك سمكة قرش وبعدين تفضي نفسك للكلي عشان لا يجي داعبك. أنا بكسر وباخذ أول ما أشوفها تطيح قبل لا تختفي. أما الانفنتوري فل. وش عندي زيادة هنا؟ وش جايب المطرقة؟ ليه؟ ما توقعت صراحة كمية الكلي راح أخذ هذا كله. طيب راح أرمي السبيرز. بسم الله. حط تقريبا قبل الصخرة. عطنا الكلي يا رجال. أوكي كذا خلصنا. استكشف السفينة هذه على السريع. يا ريتني جايب الأكسجين معي. كشاف تورش ما أريده. ما عندي مساحة بس خلنا نشوف إذا في شيء يسوى. أيوة جاني قرش مرة ثانية. الله يخرب بيتك. وخر وخر هناك. سفينتك هذه أوكي خلاص. عز الله متنا يا شباب. سبيرز معي كفاية صح؟ وأنا كزعجتنا. السفينة معقول هذه ما فيها شيء؟ ليه خلص السبيرز عليه بس؟ تعال. ما يمديه ما يمديه ما يمديه. أوكي لقينا مكان. أيوة وين راح؟ ما تنحاش على آخر ضربة ليكون مات. أوه لسه جالس تفرفر حواليني يا قليل الحياء. اطلع اطلع فوق اطلع فوق. الله يرحم والديك. اطلع ما فيني انزل لك. كونتينر ليدل. والله يا شباب يانا معطينا هيبة. طلع ولا شيء. يوه هذا اللي رميته من البحر. اي والله هذا هو ذكي. نو كومنت. والله نو كومنت. هذا سكن حليلة حليلة. صورة الثمنيل هذه بلا منازع. تعال تعال بس خلنا نسوي لك سكن. تعال وين السكين؟ عطنا احلى سكن. خله يقول بس جروس. يا ساتر يا الدم. ديسكاستنج. الله يخرب بيتك. اثنين ثلاثة قطع قطع. أربعة ستة ستة يا شباب. ووو لارج. كيف كذا؟ والله أنا قطع ست مرات. حسنا طلعني كذاب كذا. أوكي ثلاثة ليذل وثلاثة شو اسمه القرش بعد يعطينا. هذا جميل جدا. ما استغلينا المطر. نسينا والله انشغلنا. خلنا نسقي الزرع قبل أن ننسى. أوكي المطر سقاهم. يا سلام يا سلام جميل جدا. علق الكبار. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. هذا ما راح اطبخه الحين عشان لا يخرب. طبعا مجرد ما اطبخه تتجدد مدة انه ما يخرب. بعدين بسوي له سموك تتجدد فترة كذا. وبعدين فيه هوب وما ادري ايش الثالث هذا. كل واحد يجدد فترة انه يعفن ويمددها. وهذا الكلي جبناه يا شباب. جبنا منه قرابة 13 كلي فشي رهيب. هذه كانت حلقتنا اليوم. أتمنى أنها نالت على إعجابكم. لا تنسوني باللايك ونشوفكم إن شاء الله على خير في المقطع الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.